المشهد اللي أنا شايفه النهاردة مشهد حضاري، مشهد بينم عن وفاء وحب ودفء من أكبر نادي، من أعضاء أكبر نادي في الشرق كمان. الأوسط وأفريقيا. وأنا هنا هوت الحقيقة يمكن اللي ما تقلش في بعض القنوات أو الميديا المختلفة، إن إحنا هنا بنراهن بنشوف وجوه ليس لها علاقة بكرة القدم. في قاعدة عريضة جدا في النادي الأهلي ليس لها علاقة بكرة القدم، لأن النادي الأهلي هو طبعا نادي رياضي ونادي أبطال وبيجمع 42 لعبة من ضمنها كرة القدم هي الأبرز والأكثر شعبية وبيلتف الجميع حولها، لكن برضو في قطاع مهم جدا وشريحة عريضة جدا من أعضاء النادي الأهلي البالغ عددهم